جريدة اليوم. بجريدة اليوم رح نبديها مع رئيس تجمع أصحاب المولدات بلبنان عبدو سعاد اللي صار موجود معنا مباشرة. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. ينعاد عليكم، كل عام وانتم وعليك بخير. المسيح قام استاذ عبدو. ينعاد عليك سمية. ميرسي. قل لي امتى رح تطفوا هالمطاريات ونصير على العتمة نهائيا؟ ليش ناطر لا على اللحظة؟ لا لا، مش هيك بدنا نبلش. ما انتوا اخر بيان كان لكم هيك، مبلشين من الاخر نحن. لا لا، خلينا نبلش من الاول. نحن ما قلنا بدنا نطفي، لكن نحن قلنا عملوا لنا تسعيره مش مظبوطه. عملت تسعيره وزاره الطاقه، قلنا لهم الزموا انفسكم بما انتم التزمتم به. نعم. انتم عملتوا تسعيره على اساس علميه وبالارقام. طب لمن عم تعملوها بس عم تطلع؟ ليه عم ترجعوا تخصموا منا؟ قلنا 3 سنين عم نتعذب معكم، كل شهر بتقولوا لنا هالشهر. احنا كل المطلوب انه يا اخي اعملوا التسعيره مثل ما عم تطلع. طلعت 10 اعطونا يا 10، تطلع 10 لا تعطونا يا 6. اصحاب المولدات ما عادش فينا نحمل. ما قلنا استاذ عبده نحن رايحين نطفي، لكن قلنا حتى تفهمنا الناس مظبوط، قلنا اذا مش رح يلتزموا بالتسعيره بوزاره الطاقه، بتسعيره وزاره الطاقه مش بتسعيره اصحاب المولدات. اوكي. نحن ساعتها حنسعر وما حنلتزم. حنسعر على تسعيره وزاره الطاقه حتى ما حدا يفهمنا غلط. نعم. ويفكر انه نحن رايحين نعمل تسعيره ونطلع بالاسعار، ابدا. التسعيره اللي عملتها وزاره الطاقه نحن بدنا نلتزم فيها، اللي هي مش عم تلتزم فيها. نعم. انتم بدكم تلتزموا ولا قلتوا انه لن نلتزم بالتسعيره الرسميه الشهر المقبل؟ جتنا تقريبا نحن قلنا 10 سنين عم نلتزم بتسعيره وزاره الطاقه، مع العلم قلنا 3 سنين عم نتعذب، كل شهر بيقولوا لنا خلص شهر الجاي بنلتزم، شهر الجاي هن ما عم يلتزموا بتسعيرتهم. المطلوب نحن انه يلتزموا بالتسعيره اللي هن حطوها مش اكثر. كيف ما عم بيلتزموا؟ ما هي مش عم بفهم عليك، اذا هن حطوا يعني تسعيره تقلي مثلا تطلع الكيلو وات 900 اعتبري و80. اوكي. يعمل لك اياها 880، مع انه بكون عمل كل حساباته وطلعت بالارقام معه حسب الجدول تبعه، اعتبري 980، بشيل لك منها 100 ليره، بشيل لك منها 120 ليره، مع انه احنا ما بقى نقدر نحمل بهالظرف. قديش كيلو وات اليوم؟ كيلو وات استاذ عبده طلع اليوم 882. اوكي. هو كان لازم يكون 1000، يعني هو شال منه 120 ليره. اوكي. يعني انتم هلا شو راح تسعروا على الالف؟ اتفقتوا على هالاساس؟ نحن ست نتالي حناخذ الجدول اللي عندهم اللي هو بيسعروا عليه ونسعر مثله. طيب اذا ما نخصم استاذ عبده، اذا الناس ما معها تدفع شو راح تعملوا؟ استاذ عبده انا بعرف الناس بحالة تعبانة، ونحن ما تاخذني ما عم نطلب فوق الريح. كل اللي عم تطلبه انت بالخمسة امبير بيطلع على شوكولا بيطلع 5000 ليرة بس علينا بيأثر كمولد وكقطاع غير. حكينا في هذا الموضوع اكثر من مرة. بس اذا الناس ما معها قدرة شرائية تدفع كمان حق مولداته، يمكن تضطر انها تقول لك ما بدي بقى الاشتراك، انتم شو رح تعملوا؟ يا اخي نحن قد ما فينا حنساعد الناس، ونحن قد ما فينا استاذ عبد عم نساعد الناس. شو بنقدر نقدم؟ شو بنقدر؟ ما تاخذنا واقفه على 5000 واقفه، هلا في ناس في معها وفي ناس في ناس ما في معها. يعني بنعكز على بعض، يعني ما بدك يكون في هيدا الحل. يعني هيدا بالمدارس كمان طرح انه الاهالي اللي قادرين يدفعوا بيقبضوا بالدولار، يسكروا عن اهالي مش قادرين يدفعوا اولادهم. بس هيدي نظريا، عمليا عم بتصير؟ ستنا نحن قد ما فينا عم نهتم بالناس وما عم نقطع على حدا. فيكم تسألوا وفيكم تشوفوا التعاطي مع الناس، نحن ما عم نقطع على حدا. عم نحمله من شهر لشهر قديش ما بيقدر يدفع، ما عم نخلي حدا يقعد على العتب. طيب بس اللي قادر ما يقصر اكيد. طيب استاذ عبدو، قادرين اللي حنعمله. بعض اصحاب المولدات عم بياخذوا على الكيلو وات 935 ليره، شو بتقول لهم؟ ما انتبه انتبه استاذي، انت اليوم جيت عملت تسعيرة انت ما التزمت فيها، تركتنا مثل ما قلنا بدك تاخذنا على فوضى. هلا 882 بيطلع بالساحل، بيطلع 970 بالجبل. عم تفهمني؟ نعم. يعني ما يعني التفاوت هو في تسعيرتين، لانه بجبل بيعطونا اياها اكثر، ليه؟ مصروف اكثر. هون السؤال،
بيجي بجرب بصير يظرف المولد اكثر. اه اوكي عرفت كيف؟ هلا سالتوني عن موضوع العتم او الاطفاء، نحن ما بنحبها هذه الكلمه. بس راح اقول لك سميه، اليوم في يعني للاسف عم نترجيهم نطلع نقول اعطونا مزود يا جماعه، مطاراتنا موجودين، اعطونا مزود تما يصير نعمل تأمين على الناس. الناس على مكانات الاكسجين وكورونا. صح. ونحن ما حابين نطفي على حدا ولا ونص ساعه. بس اعطونا مزود، في عندنا مناطق بلشت تقنن، ولا حي حدا يتلفلكم ويقلكم. في مناطق بلشت تقنن، بس مش بايدنا. عم نرجع نطلب وعم نرجع نصرخ وعم نرجع نناشد، يا عمي يا جماعه يا مسؤولين اسمعونا اعطونا مزود. ما عم بيهدى تليفوني من اصحاب المولدات. بيطلبوا 5000 بيعطوهم 1000 وعم نعبي على السوق السوداء. طيب شو صار بقصه الضريبه وهلا عندنا الضريبه بعدنا مش عم ما تم حل عليها؟ يعني ما تم الاتفاق انه ممكن يصير في تساهل فيها؟ ما ستنا تليم هو هذا اللي نحن كل يوم عم بيجينا مصيبه اكبر من مصيبه بنلتهي. بلشنا بالضريبه، اول شيء تاجلت لاخر الشهر هيدا. رايحين هلا نجرب نشتغل نعمل قرار معجل مكرر، نجرب نشتغل مع النواب، هون عم نجرب نرجع نتعاون مع النائب قاسم هشام اللي ساعدنا قبل بمره. لانه هيدي الضريبه كمان شغله كثير قاسيه علينا، ما فينا نحملها. ما طيب. المشكله كل يومين عندنا ضربه، كل يومين عندنا ضربه. طيب يا استاذ عبدو، الناس عم تسال ليه ما بيكون عندكم تسعيره موحده بالنسبه للمناطق الجبليه وبالنسبه للسواحل؟ لا بيصرف اكثر. لا انه يكون في انه بالجبال هالقد رح ياخذوا، انتم تصدروا التسعيره طالما انتم هلا المتحكمين بالكهرباء، وبالتالي بتقولوا على الساحل قديش. عندنا مناطق مثلا عم بيقولوا لي على ارتفاعات متوسطه عم بياخذوا 1000 ليره على الكيلووات. ما في التزام يعني. يعني ايه ما في توحيد للاسعار، هذا اللي عم بيطالبوا فيه الناس. لا لا نحن قلنا 10 سنين بنلتزم بالتسعيره. هلا من اليوم ورايح بحسب البيان اللي اصدرتوه مؤخرا انه ما راح يصير في التزام، مشان هيك كل حدا عم بيساعد. اذا الوزاره ما التزمت بتسعيرتها، ونحن بنتمنى اليوم عندنا اجتماع بالوزاره هلا اليوم راح احكي لكم عنه. نازلين على الوزاره نقول له التزموا بما انتم التزمتوا فيه، ما بدنا منكم اكثر من هيك. نحن اصحاب حق وصاحب الحق سلطان. صحيح. واستاذ عبدو نحن مش متحكمين بحدا. نحن صدقني يعني ما بدنا نستعمل كلمات هيك نهز الناس فيها. نحن بخدمه الناس. ونحن مع الناس. وبالنتيجه انت بتعرف استاذ عبدو كل المشتركين هن اهلنا وجيراننا واخواتنا واصدقائنا، مضبوط؟ نعم. صحيح. نحن مش متحكمين بحدا، والله يعني ما بقى حتى ما نعمل نأذي عند الناس. نحن عم نطالب اعملوا معروف، نترجيكم امنوا لنا مزود. هلا بموضوع التسعيره، نحن هاي الشهر يمكن عملت لنا شويه فوضى لانه عم دائما عم بخسروك. اذا بتطلع 10 10 يعني معقول اليوم بالاجتماع يتم التوافق؟ يعني بنتيجه الاجتماع اللي راح يصير اليوم مع الوزاره راح تصدروا بيان توضيحي حول كل الخطوات المقبله؟ طبعا. بانتظار الجواب. نحن شو مطلوبنا ستنا؟ نحن مطلوبنا التزموا بالتسعيره اللي انتم عم تعملوها مش اكثر. نعم. على كل حال كل التوفيق لكم عبدو سعادة رئيس تجمع المولدات الكهربائية، إن شاء الله نشوف حلول بالساعات المقبلة. شكرا لك، ميرسي كتير.